لن تصدق كيف أصبح أبطال مسلسل عائلة جمع فاميلي بعد مرور 14 سنة. جمع فاميلي هو مسلسل تلفزيوني جزائري كوميدي عرض في رمضان سنة 2008، إنتاج اس دي بوكس، إخراج جعفر قاسم، بطولة صالح أوغر. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. صالح أوغورت في دور الجمعي ربي يشفيه. سميرة صحراوي في دور مريم. بشرى عقبي في دور سارة. محمد بوشيب في دور رزقي. دوجا عبدون في دور خوخة، توفيت سنة 2008 رحمها الله. وسالم بوعلام في دور وسام. عز الدين بوشيب في دور سامي. بلاحة بن زيان توفي رحمه الله سنة 2021. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.